لازم نتحرر من فكرة ان المجتمع دايما حاطط سبوت على المرأة وبيحاسبها على كل تصرفاتها وبيقعد يقرر كمان هي محترمة ولا لا. ويمكن ده أثير في قضية البنت الجميلة سمية، ان احنا بنت اتضربت قدامنا كلنا على مرأة ومسمع من رجال مصر كلهم وسيدات مصر كلهم، وسيبنا ان البنت اتضربت في مكان عام وشغلنا نفسنا. جت واحدة يعني المفترض ان هي إعلامية والمفترض ان هي يعني عارفة ميثاق الإعلام وعارفة ميثاق الشرف الإعلامي، وسابت كل دوت ومسكت في ان تدخلت في حياه البنت الشخصيه وحطت نفسها مكان ربنا ان هي تحكم على البنت دي، البنت دي عايشه صح ولا غلط وبتتصرف صح ولا غلط. انا لا يعنيني، انا اللي قدامي ان في بنت اعتدى عليها في الشارع على مرأة ومسمع مني ومتصور صوت وصوره. ايه ممكن يكون اكتر من كده عشان خاطر ان انا اقول ان البنت دي اتظلمت؟ ايه علاقتي انا بقى هي متصوره مع مين، هي حياتها الخاصه عايشاها ازاي؟ عبث. كل ده بسبب الثقافه. وكمان الغريب ان في ناس بيدافعوا عنها، يعني هي عملت كده في بنت رغم ان كل بيت في مصر فيه بنت، وكل شيء كل شخص انتقد سمية عنده اخت او ام او بنت او زوجة، ومع ذلك بتلاقي ناس برضو بتبرر تقولك اصلها بنت متحررة، اصلها بنت تستاهل اللي يجرى لها. يعني ايه تستاهل اللي يجرى؟ صدمت قوي، يعني انا مش هنكر ان انا صدمت جدا لما سمعت الخبر ده. انا كنت اتمنى ان الشخص دوت عقوبته تكون رادعة، وتكون رادعة لكل متحرش في مصر وكل شاب عديم الاخلاق في مصر، وان هي يبقى سبب ان كل الناس اللي بيعملوا تصرفات المشينه دي راجعوا نفسهم. لكن يعني احنا لسه عندنا امل ان ممكن الاحكام دي تتعدل بعد كده، بس ده دليل ان في عوار ما في القوانين ديت. لان ما ينفعش ابدا ان انا يعني شاب، يعني 200 جنيه دي اظن انها مصروف دلوقتي لاي شاب. يعني ما ينفعش ان شاب ينزل يعني زي ما بيقولوا كده الشباب بتوع اليومين دول يروش ويعاكس دي ويلمس دي ويضرب دي وفي الاخر يعرف ان هو هيطلع ب 200 جنيه. حاجه مخزيه يعني. يعني انا متهيألي ان مخالفات المرور اكتر من كده. طبعا موقف الاعلاميه ريهام سعيد موقف مخجل مخزي، عار على الاعلام المصري بالكامل، عار على اي اعلامي مصري ان هو يقف مع الموقف ده. التاريخ هيفتكر كويس قوي اللي حصل دوت. وفي يوم من الايام انا واثقه ان في يوم من الايام هيذكر في التاريخ ان في اعلاميه كانت بتحظى بنسبه مشاهده عاليه وبجمهور لا باس به اتوقفت بسبب بنت. وانا بعتبر ان دي خطوه حلوه قوي في تاريخ حريه البنت، ان في بنت دفعت عن نفسها وخدت حقها وتم التشهير بيها، وفي قطاع لا باس به من المجتمع استاء من التصرف اللي اتعمل معاها. انا شايفه ان الاعلاميه ريهام سعيد الحل الوحيد اللي هي عملته ده ان هي تعتذر لسميه، تعترف ان هي غلطت، تعترف ان هي ما كانش المفروض ابدا انها تعمل كده. وطبعا الحكم بعد كده هيكون للجمهور، والحكم هيكون لسمية في نفس في حد ذاتها، لان هي تعدت على حياتها الشخصية، تعدت على حرمة حياتها الشخصية. خلينا نقول برضو ان الاعلامية ريهام سعيد يعني معروفة ان هي انسانة بترتدي ما يحلو ليها، عايشة كما يحلو ليها، ومفيش حد يقدر ينتقدها ولا حد يقدر يقول لها انت بتعملي ده ليه. بس هي برضو ما تديش لنفسها الحق بما انها عندها منبر اعلامي، لازم تكون بتحترم المنبر ده، ولازم تعرف كويس قوي ان المنبر ده منبر اعلامي مصري، لو ما كانش هيضيف للمجتمع قيمة يبقى ملوش لازمة خالص. اقول لهم ان مصيركم هتتوجعوا على حد عزيز عليكم. انتوا دلوقتي بتدافعوا عن اللي عملته الاعلامية ريهام سعيد لان انتوا البنت دي مش حاسين بوجعها، بس اقدر واقول لكم ان الايام هتلف والوجع دوت هتحسوه في حد قريب منكم قوي، هتحسوه في بناتكم، هتحسوه في اخواتكم، هتحسوه في حد مقرب ليكم، ويمكن ساعتها تبقوا ترجعوا بالذاكرة وتقولوا يا ريتنا ما عملنا كده، لان كما تدين تدان. والايام هتلف وهتحسوا بنفس الوجع اللي حست بيه سمية واهلها واللي حسوا بيه اللي زينا احنا.